شهدت محافظة بني سويف افتتاح معرض السلع بمدينة بني سويف العاصمة ضمن سلسلة معارض أهلا رمضان الجاري تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم. يأتي افتتاح المعرض ضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة المعارض. معرض جميل وفي متناول الطبقة المتوسطة، وبلدنا جميلة وحلوة، وده حاجات جميلة جدا في المعرض. أنا اشتريت لحوم من الشركة الوطنية والأسعار جميلة بالنسبة للمدعومة. لقينا الزيت أقل من بره بخمسة جنيه وستة جنيه، والرز بخمستاشر، ومتوفر جدا، وأي كمية الواحد ياخدها. فالدولة بصراحة تشكر على المجهود اللي هي عاملاه ده.